السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم جميعا؟ يا رب حضراتكم تكونوا بخير ان شاء الله. بإذن الله هكمل معاكم محاضرتنا في مادة الـ AI. هناخد النهاردة شابتر 2 بعنوان Intelligent Agents. الأجندة بتاعتنا النهاردة هنتكلم يعني ايه Intelligent Agents، هنعرف ايه هي الـ Key Elements of Agent Design، ايه هي الـ Properties بتاع الـ Environment اللي الـ Agent هيكون موجود فيها، وايه هي أنواع الـ Agent اللي ممكن نعملها أو نصممها. ايه معنى Agent؟ الـ Agent زي ما اتفقت معاكو المرة اللي فاتت، أنا ممكن أطلقها على الـ Software أو الـ Hardware، بس هنا بيعرف الايجنت بمفهوم هو سوفت وير او هارد وير ليه مجموعه انبوت وبيطلع مجموعه اوتبوت. الانبوت بالنسبه له بيرسبتس، والاوتبوت بالنسبه له اكشنز. طيب الايجنت زي ما اتفقت معاكو هو سوفت وير او هارد وير، حلو الكلام. طيب الايجنت ده ليه مجموعة سنسور، مجموعة السنسور دي بيقدر من خلالها ان هو يستقبل مجموعة inputs من الـ environment اللي الـ agent هيشتغل جواها او هيشتغل فيها. تاني، الـ agent هو عبارة عن، ممكن تعتبره hardware او software، يعني ممكن الـ agent يكون روبوت وممكن الـ agent يكون computer program. فهو هنا بيقوله anything، يا إما software يا إما hardware بمفهوم نحن في مجال الكمبيوتر ساينس. بس فكرة إن الايجنت ليه مجموعة سنسور يقدر من خلالها ياخد input من الانفيرومنت اللي هيكون الايجنت شغال فيها أو هيتعامل معاها، فبالتالي بقول الايجنت ليه سنسور. السنسور دي بيستقبل من خلالها البيرسبت، البيرسبت بالنسبة لي أنا اللي هي الانبوت، اللي هي المعطيات بتاع البرنامج اللي البرنامج هيشتغل عليها بمفهوم الاي اي وبمفهوم الايجنت. فأنا هسمي الانبوت بالنسبة لي بيرسبت. البيرسبت اللي هي الانبوت بتجيلي منين؟ من الانفايرومنت اللي الايجنت هيتواجد فيها او هيتعامل معها. انا لو عندي سوفت وير والسوفت وير ده هيتعامل مع مجموعه ستاك هولدرز او مجموعه عملاء، فانا هعتبر ان العملاء ده الانفايرومنت بتاع البرنامج بتاعي. مجموعه الانبوتس او المعطيات او الانفورميشن اللي هاخدها من العملاء دي اللي هسميها البيرسبتس. هاخدها من خلال ايه؟ لو انت حاطط مثلا تكست بوكس للكاستومر عشان يملاه، لو انت حطت له راديو باتون عشان يختار، لو انت حطت له مثلا دروب داون منيو عشان يختار منها، هسمي كل ده سنسور. ليه؟ لان في الحالة دي الحاجات دي الكاستومر ملاها ليك، او ممكن نقول الستاك هولدر اللي هيتعامل مع البرنامج ده ملاها، فانت من خلال الانفورميشن اللي هو ادهالك او المعطيات او البيانات اللي هو ادهالك، انت قدرت تاخد input وبناء عليه هتعمل processing جوه البرنامج وتطلع output. تطلع له output يعني تعمل له مثلا display result، display flow charts، او مثلا تعمل له any action بقى على حسب software اللي انت عامله. فهي الفكرة اللي انا عاوز اوصل له، ان الايجنت ليه مجموعة sensor، السنسور من خلالها بيقدر يستقبل البيرسبتس او الانبوتس من الانفيرومنت اللي الايجنت هيتواجد فيها او هيتعامل معها، حلو الكلام. طيب كمان الايجنت ليه مجموعة اكشويتور. اكشويتور في الحالة دي هنعتبرها هي الحاجات اللي هتساعد الايجنت ان هو ياخد اكشن او يدسبلاي ريزلتس. في حالتنا وليكن الاكشويتور السكرينة اللي هتطلع مثلا للكاستومر ممكن نقول اي معلومات هو كان عاوزها. هو دخل لي مثلا معلومات معينة وبناء عليه مستني من البرنامج ان هو يديله اكشن معين، وليكن الاكشن بتاع البرنامج ان هو هيطلع له مسج بوكس كده يقول له لقد تم انهاء العملية بنجاح. فالرسالة اللي هتظهر او المسج بوكس اللي هتظهر دي في الحالة دي ده اكشن. طيب الرسالة اللي ظهرت ده الأكشن.
ظهرت من خلال ايه؟ من خلال السكرين او من خلال مسج بوكس. فالمسج بوكس هسميه الاكشويتور. الاكشويتور يعني الحاجة اللي انا من خلالها قدرت ادسبلاي رسالة للكاستومر بتاعي. فهمتوا الفكرة ازاي؟ ففي الحالة دي اللي انا عاوز اوصله ايه؟ ان اي ايجنت في الدنيا، وعلى فكرة الكلام ده مهم، انا عارفة انكم ممكن تحسوا ان الكلام ده متعقد. طب ما انت ممكن تقولنا ان البرنامج ليه انبوت وبيطلع اوتبوت والدنيا دي هتبقى ماشية ظريفة. حلو، بس في الكونتكست بتاع الاي اي انا عندي ايجنت. الايجنت ده ممكن يكون سوفت وير ايجنت، ممكن يكون هارد وير ايجنت. تمام، لو انا شغاله هاردوير ايجنت، فانا قلت لك الروبوت ليه سنسور، والسنسور دي بياخد منها انبوت الكاميرا مثلا، هياخد صوره المكان، فبالتالي هتبقى عقلاني شويه. ده سنسور للروبوت، سنسور للعربيه لو انا شغاله على سيلف درايفنج كار. وكمان لو انا قلت لك اكشويتور، يعني الروبوت ليه مثلا ايدين ورجلين، فانت مقتنع تمام ان الايدين والرجلين بتوع الروبوت هو اللي هتخليه ياخد اكشن، وبالتالي الروبوت ليه مجموعة سنسور ومجموعة اكشويتور. السنسور بياخد من خلالها الانبوت، والاكشويتور اللي هو بيقدر ينتر اكت مع الانفايرومنت من خلالها. يعني لو الروبوت هيمشي فهو هيقدر ينتر اكت مع الانفايرومنت ويمشي من خلال الرجلين. لو الروبوت مثلا هيستعمل الايدين عشان مثلا يديك حاجة او ياخد منك حاجة، فهو هيقدر من خلال الاكشويتور اللي هما الايدين يقدر يعمل اكشن. فمنطقي انك تفهم الكلام ده على روبوت، تمام؟ لكن انا بالنسبه لي كسوفت وير ايجنت بقى برنامج، البرنامج ده احنا في الاول فاكرين لما كنا بنعمل ريكويرمنت داتا اناليسز وبنحدد البرنامج ده من الستاك هولدرز بتوعه، ايه الانبوت ايه الاوتبوت، وبناء على كده فانت كده في الحاله دي كانك بتديزاين السوفت وير ايجنت بالشكل اللي احنا بنشرحه دلوقتي. لما بتحدد الانبوت يعني بتحدد البرسبت، الانبوت بتاعي ان انا هاخد انفورميشن مثلا بتاع الكاستومر، اسمه سنه عنوانه، مثلا ممكن نقول الهيستوري بتاعه، ممكن نقول مثلا اي معلومات بقى. ففي الحالة دي الانبوت اللي جيالي من الكاستومر او من الشخص اللي هيتعامل مع البرنامج بسميها بيرسبتس. الاوتبوت اللي الكاستومر مستنيها مني انا بسميها اكشن. طب البيرسبس او الانبوت اللي انا هاخدها من الكاستومر، هو الكاستومر هيدخلها لي ازاي في البرنامج؟ من خلال ان انا حاطط له تكست بوكس، من خلال ان انا حاطط له راديو باتون، من خلال ان انا حاطط له مثلا ممكن نقول ريتش تكست بوكس عشان يدخل لي كومنت او معلومات، على حسب انت مديزاين البرنامج ازاي. طيب الاوتبوت اللي الكاستومر مستنيها مني انا هظهرها له ازاي؟ هظهرها له على السكرينه از مثلا مسج بوكس، واظهر له رسائل، او مثلا هظهر له تشارتس او الكلام ده. فالحاجه اللي انا هظهر من خلالها اوتبوت بسميها اكشويتور، والاوتبوت ذات نفسه انا بسميه اكشن. تمام، طيب البرنامج ده هيتعامل مع انفايرومنت، يعني ايه؟ مين الستاك هولدرز بتوع البرنامج، او البرنامج ده المفروض اكسبكتد ان الكاستومرز هتتعامل معاه، فبالتالي الكاستومر بالنسبه للبرنامج الانفايرومنت بتاعته. هل كل الكاستومر واحد؟ هل في ديفرنت هيراركي للكاستومر اللي هيتعامل معاهم؟ ففي الحاله دي انا بسمي كل ده الانفايرومنت، البرنامج هيتعامل مع مين بالظبط. تمام، يبقى دي سهله. يبقى بس المسج اللي انا عاوز اوصل لها من السلايدز دي ان انا الايجنت ممكن يكون سوفت وير وممكن يكون هارد وير. سواء اكان سوفت وير او هارد وير، فانا فعليا الايجنت محتاج انبوت. الانبوت دي بالنسبه لي بسميها بيرسبتس. تمام، وبعدين كمان الايجنت بيطلع لي اوتبوت، البرنامج بيطلع لي اوتبوت، او الروبوت بياخد اكشن، ففي الحاله دي انا بسمي الاوتبوت اكشن. طيب الانبوت بتخش للايجنت من خلال ايه؟ سنسور. طيب والايجنت بيطلع لي الاوتبوت من خلال ايه؟ اكشويتور. والبرسبت او الانبوت بتبقى جايه منين؟ من الكاستومر او الانفايرومنت اللي الايجنت بيتعامل معاه. والاكشن اللي الايجنت هيعملها هتاثر في ايه؟ في الكاستومر او في الانفايرومنت اللي هو بيتعامل معاه. تمام، طيب الانبوت اللي داخله للايجنت، الانبوت اللي داخله للبرنامج، او البرسبت اللي داخل للبرنامج، مش انا بعمل عليه بروسيسنج عشان اطلع اوتبوت؟ البروسيسنج ده بيتم فين؟ من خلال الايجنت فانكشن. يبقى الايجنت فانكشن هي اللي بتاخد الانبوت وتعمل عليها بروسيسنج عشان فعليا تحولها للاوتبوت،
او تطلع الاوتبوت اللي هو اكسبكتد. طيب الايجنت فانكشن هي عباره عن فانكشن بتاخد الانبوت وتعمل عليه بروسيسنج عشان تطلع الاوتبوت. حلو الكلام. الايجنت فانكشن دي بعمل لها امبلمنتيشن ازاي؟ من خلال ان انا بكود البرنامج. يبقى الايجنت فانكشن امبلمنتد باي ايجنت بروجرام. منطقيا كده دي فانكشن بتاخد انبوت وبتطلع اوتبوت. الفانكشن دي عشان اعمل لها امبلمنتيشن بعمل لها برنامج كود، فبالتالي الايجنت فانكشن امبلمنتد باي ايجنت بروجرام. تمام. دي رسمه ثانيه موجوده في الكتاب. انا هعتبر ان المربع ده ايجنت، وهعتبر ان الشكل ده الانفايرومنت. الانفايرومنت بالنسبه للايجنت بتديني ايه؟ بيرسبتس اللي هي انبوت، والايجنت بالنسبه للانفايرومنت بيطلع ايه؟ اوتبوت او اكشن. الانبوت جايالي من الانفايرومنت والايجنت بيطلع اوتبوت للانفايرومنت، يعني بيطلع اكشن للانفايرومنت. طيب الانبوت اللي داخله للايجنت هتدخل له من خلال ايه؟ مجموعه سنسور عند الايجنت. السنسور دي لو انا شغال هاردوير فهتبقى الكاميرا هتاخد صور، مثلا ممكن يكون عندي مثلا سنسورز معينه هتاخد الاحداثيات او هتاخد السرعه او هتاخد مثلا ممكن نقول مثلا قوه الاضاءه، مقدار الحركه والتسارع والكلام ده كله. فبالتالي دي مجموعه سنسور، ده بالنسبه للهاردوير فهتكون سهله. بالنسبه للسوفت وير مجموعه السنسور هيكون عندي تكست بوكس، هيكون عندي راديو باتون، هيكون عندي دروب داون منيو على حسب انا بديزاين الانترفيس ازاي. فدي مجموعه السنسور اللي خدت الانبوت. بعدين هيكون عندي ايه؟ ايجنت فانكشن. الايجنت فانكشن دي هتاخد الانبوت تطلع لي ايه؟ الاوتبوت. طيب الايجنت فانكشن دي اللي هي بتاخد انبوت وتعمل عليه بروسيسنج عشان تطلع لي اوتبوت امبلمنتد باي ايه؟ بروجرام. ايجنت بروجرام. فعليا بعد ما بطلع الاوتبوت اللي هي الاكشنز، الاكشنز دي هتطلع من خلال ايه؟ اكشويتور. اكشويتور يعني ايه؟ الحاجات اللي بتطلع الاوتبوت. انا الاوتبوت بتاعي هي رساله هتظهر للمستخدم. الرساله دي هتظهر من خلال ايه؟ سكرين، فبسمي السكرين اكشويتور. الرساله هتظهر من خلال مسج بوكس، فبسمي المسج بوكس اكشويتور. مجموعه تشارت هتظهر للكاستومر تحدد له مثلا ارتفاع اسهم البورصه او انخفاض اسهم البورصه، وبناء عليه هياخد مثلا ان هو هيبيع او يشتري في الاسهم. ففي الحاله دي التشارت بالنسبه لي هتكون اكشويتور، وسيله ان انا اطلع من خلالها اوتبوت. اوتبوت بقى للانفايرومنت بتاعتي في الحاله دي هيكون الكاستومرز، هيكون اي حاجه. تمام. امثله بقى، لو انا اعتبرت الهيومن از ايجنت. تمام. لو انا جيت قلت لك السنسورز بتاعه هيكون ايه؟ انا بالنسبه لي كهيومن السنسورز بتاعي ايه؟ الحواس الخمس، الودنين، العينين، النوز، السكيم، هعتبر دي السنسور. الاكشويتور بتاعي از هيومن ايديا رجليا، هطلع مثلا صوت من خلال بقي، فبالتالي ده از هيومن ايجنت. تمام. از روبوت بقى ايجنت، السنسور بتاع الروبوت ممكن تكون ايه؟ كاميرا، انفراريد سنسور. تمام. عموما ان جنرال مجموعه السنسور اللي هيقدر الروبوت من خلالها ان هو ياخد انبوت. تمام. الاكشويتور بتاع الروبوت، الاكشويتور بتاع الروبوت لو انا هعتبر ان الروبوت وانا مصممه هيكون ليه مثلا ايدين رجلين، فانا هعتبره برضو الارم والليج والكلام ده. لو انا فعليا مش هيكون ليه ايدين ورجلين فعلى حسب المواتير انا هعتبرها اكشويتور، ليه عجل انا هعتبرها اكشويتور، لان دي الحاجات اللي هتخلي الروبوت من خلالها ياخد اكشن. تمام. ولو تلاحظوا ان الانبوت او الاوتبوت او السنسور او الاكشويتور معتمد على ايه؟ الديزاين بتاع الروبوت. انت لو عامل روبوت او مصمم روبوت ان يكون ليه ايدين ورجلين، غير لما انت تكون مصمم روبوت ملوش لا ايدين ولا رجلين ولكن ليه مجموعه مواتير ومجموعه عجل. فمين اللي حدد هنا او هنا؟ انت البروجرامر، انت الديزاينر. لما تيجي تصمم او تديزاين الايجنت انت اللي بتحدد مجموعه السنسور ومجموعه الاكشويتور. يعني لما كنت نازله ماده اسمها ريال تايم، كان التاسك بتاع الشباب المفروض ان هم يعملوا مثلا هاردوير سيركتس معينه على حسب يعني ايه هاردوير بروجكتس يعني. ففي ناس عاوزه تعمل عصايه للعمي مثلا، وفي ناس عاوزه مثلا تعمل عربيه، وفي ناس مثلا عاوزه تعمل نظاره.
طيب كل واحد فيهم حدد في الأول إيه هي مجموعة السنسور اللي هو محتاجها عشان ياخد إنبوت إيه بالظبط، وإيه هي مجموعة الأكشويتر اللي هو محتاجها عشان ياخد أكشن. فمين اللي حدد النظارة هتكون بالشكل ده، أو إن العربية هتكون بالشكل ده، أو إن مثلا العصاية هتكون بالشكل ده؟ الديزاينر اللي عمل الإيجنت أصلا، تمام؟ فدي مش ثابتة. يعني مثلا انا لو عامل روبوت بشكل تاني فبالتالي السنسور بتاعته هتختلف والاكشويتر بتاعته هتختلف، بالظبط كاني طلبت منك صمم لي هاردوير على شكل روبوت. بناء على التصميم انت هتحدد السنسور وهتحدد الاكشويتر وهتحدد كمان الانفايرومنت. يعني في شباب مثلا يقول لك ايه، انا الروبوت بتاعي ما ينفعش غير في الاماكن المغلقه، انا الروبوت بتاعي ما ينفعش غير في الاماكن المفتوحه، انا الروبوت بتاعي الانفايرومنت بتاعه لازم يكون مستقيم بالشكل ده، ما ينفعش يروح يمين او شمال. مين اللي حدد ده؟ اللي عمل الروبوت. فهمتوا الفكره؟ طبعا الاسئله في الشكل ده في الاي اي طبعا هي ليها بقى، المفروض هنفتح المجال للخيال العلمي وكل واحد هيديزاين الايجنت بشكل مختلف عن التاني، مش هتكون شويه ام سي كيو. بس طبعا لان احنا محكومين بالام سي كيو فاستيل مش هنطلق العنان لخيالنا شويه. يعني الحاجه الاخيره دي ده السوفت وير ايجنت، تمام؟ السوفت وير ايجنت في الحاله دي انت لما تيجي تعمل برنامج هتاخد الانبوت من اليوزر في ايه؟ تكست بوكس، راديو بوتون، دروب داون منيو، تمام؟ مثلا بالماوس هتخلي اليوزر يشاور بالماوس على حاجة، لو هي مثلا تاتش سكرين فالبريس بتاعك على التاتش سكرين دي اللي هتعتبر الانبوت بتاعك. الكيبورد ممكن هعتبر ان الكيبورد هي السنسور اللي من خلالها هقدر اخد انبوت من اليوزر. طيب الاوتبوت او الاكشويتر بتاعتك، السكرين بتاعتي مثلا هتدسبلاي ايه؟ charts، او السكرين بتاعتي مثلا ممكن نقول هتطلع لي messages. فلو انت هتعتبر ان السكرين هي الاوتبوت او الاكشويتر تمام، لو هتعتبر ان المسج بوكس اللي على السكرين تمام مش مشكله، لو هتعتبر ان التشارت هي الاكشويتر بتاعتك برضو تمام، لو هتعتبر مثلا ان السوفت وير ده مثلا هيطلع لك فايل، الفايل ده هيكون فيه الانفورميشن اللي انت محتاجها او الانفورميشن اللي انت عاوزها، فبالتالي الاوتبوت فايل ده هيعتبر الاكشويتر بتاعك على حسب انت بالديزاين السوفت وير ازاي. انت واحد از يو اي يو اكس ديزاينر، تمام؟ يوزر انترفيس ديزاينر، انت اللي بتحدد الديزاين، وبالتالي انت بتحدد شكل الانترفيس هيكون عامل ازاي، وبالتالي بتحدد السنسور وبتحدد الاكشويتر بالطريقه اللي انت عامل لها ديزاين من خلالها، تمام؟ بيقول لك الايجنت بيهيفير ديسكرايبد باي ايجنت فانكشن، وده منطقي. ايه معنى يقصد يقول ايه؟ ان الايجنت اصلا عشان يشتغل او عشان ياخد اكشن او عشان يحول الانبوت لاوتبوت محتاج ان هو يكون بيمبلمنت فانكشن. الفانكشن دي بتماب الانبوت للاوتبوت. يعني ايه؟ يعني الانبوت الايجنت بياخدها من خلال السنسور، بيحصل على الانبوت دي بروسيسنج او عمليات معينه عشان تطلع اوتبوت، يعني تطلع اكشن، تمام؟ فممكن اعتبر ان الايجنت فانكشن هي عباره عن فانكشن المجال بتاعها هي مجموعة الانبوتس او البيرسبتس، والمجال المقابل او الاوتبوت بتاعها مجموعة الاوتبوت او الاكشن، تمام؟ طيب زي ما اتفقت معاكو ان الايجنت فانكشن دي هي فانكشن بتاخد انبوت بتعمل عليه بروسيسنج تحولها الاوتبوت. طيب الايجنت فانكشن دي امبلمنتد باي ايه؟ ايجنت بروجرام. اي فانكشن عشان اعمل لها امبلمنتيشن يبقى هكودها من خلال برنامج، يبقى الايجنت فانكشن امبلمنتد باي ايجنت بروجرام. الايجنت بروجرام بقى انا خلاص بقى عندي برنامج، البرنامج ده مكود الايجنت فانكشن او الايجنت بيهيفير او هاو تو ماب الانبوت للاوتبوت. هل ينفع برنامج يشتغل من غير هاردوير؟ لا. فقال لك ان البرنامج لازم يكون موجود على فيزيكال اركيتكتشر، يعني البرنامج لازم يكون موجود على هاردوير عشان يتنفذ. اي برنامج حضرتك عامله، مش البرنامج ده لازم لو هو ديسكتوب ابلكيشن يكون موجود على كمبيوتر، لو هو ويب ابلكيشن موجود على سيرفر اللي هو موجود على كمبيوتر. يعني استيل البرنامج ده از كود مش هيحصل له امبلمنتيشن لو انت ما عندكش فيزيكال هاردوير البرنامج ده شغال عليه، اللي هو احنا بنسمي البرنامج موجود
المفروض عشان يشتغل محتاج لايبراريز، واللايبراريز دي متسطبة على اوبريتنج سيستم، والاوبريتنج سيستم ده موجود على هاردوير وهكذا. طيب ده لو احنا في مجال السوفت وير. لو انت عامل روبوت، البرنامج ده عبارة عن شوية اكواد موجودة على مايكرو كنترولر، والمايكرو كنترولر ده شباية متحرك عليها الكود بتاع الهاردوير اللي من خلاله هيخلي الروبوت يتحرك او الروبوت ياخد اكشن. ففي الحالة دي البرنامج موجود على فيزيكال هاردوير اللي هي المايكروشيب، اللي هي السيركت او المايكرو كنترولر اللي اوريدي هتبقى هي المتحكمة في الروبوت اللي موجود عندي. فهو عاوز يقول لي ان اي ايجنت في الدنيا عبارة عن سوفت وير وهارد وير، ده ما ينفعش من غير ده وده ما ينفعش من غير ده. البرنامج ما ينفعش من غير الاركيتكشر او الفيزيكال هارد وير، والفيزيكال هارد وير يوزلس من غير برنامج موجود عليه. تمام؟ مديني هنا امثلة لانتليجنت ايجنت. فاكرين الرومبا او الفاكيوم كليننج روبوت؟ تمام؟ الرومبا بالشكل ده فيها لوكال سنسور، يعني فيها سنسور ولكن بإحداثيات معينة، يعني مش هيمسح المكان كله، لأ ليه رينج معين. والرومبا متبرمجة بالشكل ده إنها بتشوف اللوكيشنز بتاع الأوضة أو بتاع المكان اللي هي في شغالة فيه مربعات. فهي لو موجودة في المربع A فهي بتشيك هل المربع A في ديرتي ولا لأ، يعني نضيف ولا محتاج كلينينج. وبناء عليه لو هي في A والمكان محتاج كلين فهي بتعمل له كلين وبعدين تروح لبي. يعني لو هي في المربع A فهي في الحالة دي بتشيك على الستيتس بتاع المكان وتشوف إذا المكان كلين ولا لأ. لو لقت المكان كلين فهي في الحالة دي هتتحرك يمين ناحية المكان B. لو هي في المكان A ولقت المكان مش نظيف فهي هتنظفه، وبعد ما هتنظفه هتتحرك في المكان B. لو هي في المكان B فعليا، لو هي في المكان B نفس الحكاية هتشوف الستيتس بتاع المكان. لو لقت المكان كلين فهي هتروح للمكان A، يعني هتتحرك ليفت. تمام؟ ولو هي في المكان B ولقت المكان مش كلين هتنظفه الأول، هتعمل يعني صك، يعني معنى كلمة صك ان هي هتسحب الغبار من المكان او هتنظفه وبعدين تروح للمكان ايه. حد هيقول لي طب هي ما تتحركش ليه لفوق وتحت؟ اللي مبرمج الفاكيوم كلينر فهو مبرمجها انها تاخد الاكشن دي، ان هي لو في شمال تروح يمين ولو في يمين تروح شمال، وان هي لو في مكان واقفة فيه فهي بتشوف الستيتس بتاع المكان. اللوكال سنسور بتاع الرومبا دي احداثياتها، يعني ده الانفايرومنت بتاعها، ان هي بتمسح المكان بالشكل المربع، بشكل المربع ده او بالشكل الاحداثي ده. ولو هي في مكان بتشيك على الستاتس بتاعته لو لقته كلين اوتوماتيك انها لو هي شمال هتروح يمين، لو هي يمين هتروح شمال. حد هيقول لي ما بتروحش اب او داون ليه؟ هي مش مسموح لها كده لان هي مش متبرمجة على كده. حد تاني هيعمل مكنسة تانية بشكل تاني هو اللي بيحدد الاكشويتورز بتوعها، يعني بتحدد هتروح ازاي اب داون يمين شمال، هو اللي بيحدد. وفي نفس الوقت بيحدد السنسور، ممكن يغير السنسور ويكون السنسور بابعاد اكبر وبيعمل مسحة اكبر للمكان. برضو البرمجة بتاعة الموفمنت، وفي الحالة دي مش هتاخد الشكل المربع ده. فبالتالي الفكرة كلها اللي بيحدد، يعني أنا مثلا لما هشرح هنا هشرح لك الرومبا اللي معمولة بالشكل ده. حد هيقول لي ما هي كده مش هتبقى سمارت إناف. تمام، ده متبرمجة بالشكل ده. واحد تاني في 2021 هيعمل رومبا بشكل تاني مختلف، فتمام هو اللي بيحدد البرسبتس السنسورز الأكشنز والأكشويتورز. تمام، بالنسبة للرومبا اللي أنا بتكلمكم عليها دي اللي هي آي روبوت رومبا 400، فعليا فيها لوكال سنسور بالشكل ده. البرسبتس الانبوتس اللي داخل لها اللوكيشن والستيتس بتاعته، الستيتس بتاعته فعليا السنسور بتاعها بتقدر تتدكت إذا كان المكان ده ديرتي ولا كلين. تمام، وبناء على ان اللي داخل لها اول حاجة المكان، المكان يعني ايه؟ لاني زي ما قلت لك هي بتمسح المكان بالشكل ده A B، وبعدين لو هي في B تروح لA، لو هي في A تروح لB، لو هي هتتحرك في الشكل ده
فانا فعليا هي بتمسح المكان بالشكل ده. طيب فالانبوت اللي داخل لها هي في A ولا في B؟ ليه؟ هي لو في A وكلين فهتروح لB، هي لو في B وكلين فهي هتروح لA، فهي ماشية بالشكل ده، بتمسح المكان بالشكل ده. فالبرسبس اللي داخل لها اللوكيشن والستيتس بتاعته، هل هو كلين ولا ديرتي؟ الاكشنز المتاحة ليها ان هي فعليا لو هي في A، لو هي في الشمال، الاكشن المتاح ليها ان هي لو الشمال ده اللي هو الA مش نظيف، فالاول اكشن تعمل صك، صك يعني تسحب التراب اللي موجود في المكان. طب لو هي في A والمكان كلين، فالاكشن المسموح لها انها تروح B، لان خلاص ده المكان كلين فمش هتعمل صك. تمام. طيب لو هي في B والمكان كلين، فالاكشن المسموح لها ان هي تروح ليفت، تروح لA، تشيك على المكان التاني. تمام. ولو هي في B والمكان مش نظيف فهتعمل صك. الاكشنز المتاحة لو هي في الليفت تروح للرايت، لو هي في الرايت تروح للليفت، ولو هي في المكان والمكان مش نظيف تعمل صح. حد هيقولي بس كده مش سمارت. تمام، انا بتكلم على الروبوت اللي اسمه رومبا، اللي هو الفاميلي 400. ومن الاخر اللي انا عاوز اوصله، هي متبرمجة بالشكل ده بناء على اللوكال سنسور اللي هي فعليا شغالة بي. تمام. طيب ده كده الايجنت انا شرحته لكم من خلال الانبوتس والاوتبوتس والبرسبتس والاكشنز. تمام. طيب انا ممكن بقى لما عاوز اعمل امبلمنتيشن للايجنت فانكشن، يعني لما عاوز اعمل برنامج يطبق الكلام اللي انا قلته ده، يطبق الايجنت فانكشن، يطبق اللي انا قلته، ان ايه اللي انا قلته؟ لما تبقى في ايه وتلاقي المكان مش نظيف تعمل صك، لما تبقى في A وتلاقي المكان نظيف تعمل إيه؟ رايت، تروح لB يعني. لما تبقى في B والمكان مش نظيف تعمل صك، ولما تبقى في B والمكان نظيف تعمل ليفت. يبقى أنا الكلام اللي أنا بقوله ده كأني بقول لها روحي المكان، شيكي على الستيتس بتاع المكان، لو لقيتيه كذا اعملي كذا، لو لقيتيه كذا اعملي كذا. فبالتالي الأكشن اللي هتاخده الرومبا بالشكل ده فعليا عبارة عن الايجنت فانكشن. طيب هاو تو امبلمنت، هاو تو امبلمنت الايجنت فانكشن؟ وان واي انك تعملها از لوك اب تيبل. يعني ايه لوك اب تيبل؟ يعني انت بتدي لها كل الاحتماليات المتاحه از اف كونديشن، ولو هي لقت كذا يبقى الناتج ذن، لو هي لقت كذا يبقى الناتج ذن. يعني ايه؟ يعني انت هتديها لوك اب تيبل تقول لها لو الاي كلين يبقى روحي رايت، روحي للبي، لو الاي ديرتي يبقى اعملي صك، نظفيه، لو البي كلين يبقى روحي ليفت اللي هي روحي للاي. تمام. لو البي ديرتي اعملي صك. بمعنى كده انت بتقول لها لو الاي كلين روحي للبي، لو الاي مش نظيف اعملي صك نظفيه، لو البي كلين روحي للاي. تمام. لو البي كلين روحي للاي يعني اتحركي ليفت اهو، لو البي كلين اتحركي ليفت، لو البي تمام، لو البي مش كلين اعملي صك. فالفكره كلها هنا انت عملت ايه؟ انت امبلمنت الايجنت فانكشن از اف ذن ايلس كونديشن او از اف ذن كونديشن از لوك اب تيبل. كل الفكره انك عددت كل الاحتماليات الممكنه، وبناء عليه عددت كل الاكشنز الممكنه. حد هيقول لي بس ده مش انتليجنس. صح، ده مش انتليجنس، بس ده كان one way to implement the agent function، انك بتعتمد على لوك اب تيبل، بتليست كل البيرسبت سيكونس، بتليست كل الاحتماليات الممكنه للانبوتس اللي داخله للايجنت، وبناء على كل سيريز اوف انبوتس بتحدد الاكشنز اللي المفروض يتم اتخاذها. طبعا ده مش انتليجنت ايجنت، ده مش انتليجنت ايجنت، لان في الحاله دي كانك انت محدد له ايه هي الانبوتس بالظبط وايه هي الاكشنز بالظبط، ففعليا مفيش اوتونوميس هنا. لو حصل حاجه ان اكسبكتد هو مش هيقدر ياخد اكشن لان هو مش متبرمج عليها.
تمام. وتاني حاجة انت كده هتبقى محتاج ميموري كبيرة جدا انك تخزن عليها الهيوش تيبل ده وفعليا تلست كل المتاح وتشوف كل السيناريوهات المتاحة. وبالتالي كمان هتاخد وقت عشان تبيلد اللوك اب تيبل وتعمل اناليسز وتشوف كل السيناريوهات المتاحة للايجنت. تمام. الراشونال ايجنت احنا اخدناه المرة اللي فاتت ان احنا قلنا ان هو فعليا بياخد الاكشن اللي بيماكسيمايز البرفورمانس بتاعه، وبالتالي كمان بياخد احسن اكشن موجود، ولو في انسرتينيتي فهو بياخد احسن اكسبكتد اكشن يزود البرفورمانس. تاني، الراشونال ايجنت اخدناه المرة اللي فاتت ان هو بياخد البست اكشن وكمان بياخد الاكشن اللي بيماكسيمايز البرفورمانس بتاعه. وفي حالة ان انت عندك uncertainty يعني مش متأكد، فهو بياخد الاكشن اللي هو يكون احسن expected action يتاخد في الوقت ده. الفكرة كلها اللي انا عاوز اوصله الكلام ده عبارة عن ايه؟ الراشونال ايجنت فعليا دخله مجموعة inputs وهياخد اكشن بناء عليها. فلو انت فعليا مثلا انت عامل برنامج بيعمل ميديكال دايجنوزس، بناء على الانبوت اللي داخله فانت بتحدد المريض ده مصاب بايه او بتشخص المرض. لو انا از دكتور هيومن، فانا فعليا ساعات انا مش ببقى واثق في التشخيص، ففعليا ساعات اقول لك ايه، ساعات اقول لك والله انا مش متاكد بنسبه كذا. لكن انا لو هستخدم الاي اي والماشين ليرنينج وهدخل صور الاشعه واعمل عليها اناليسز وبروسيسنج وبناء عليه انا عندي انسرتينيتي، يعني انا مش متاكد من التشخيص، بس انا فعليا طلعت لك البيست بوسبل دايجنوستس اللي بناء عليه في الحاله دي مع الانسرتينيتي هيكون انا متاكد ان ده البيست بوسبل دايجنوستس، او بمعنى ادق احسن تشخيص ممكن بناء على المعطيات المتاحه. في الحاله دي انا بسمي السوفت وير اللي انا عامله راشونال ايجنت. تمام. لو انا عامل سيلف درايفنج كار، تمام، فعليا السيلف درايفنج كار في حاله الانسرتينيتي انا فعليا المفروض ان السيلف درايفنج كار هي عربيه ماشيه لوحدها، اكسبكتد ان الدنيا حلوه وكل حاجه تمام، فجاه واحد عدى الطريق بالغلط، اكسبكتد انها تقف او تفرمل، فهي خدت الاكشن ده، هي فعليا ماسحه الطريق وعارفه ان مفيش حاجه، بس واحد كسر قواعد المرور وظهر فجاه، فدي في الحاله دي انسرتينيتي اكشن، يعني هي فعليا ما كانتش بلاند او اكسبكتد انها تلاقي ده، هي عارفه ان لما الاشاره تبقى حمراء هي هتقف وبالتالي الاشاره خضراء فالناس هيكروس ستريت. فاحنا فعليا في مصر ما حدش بيطبق قواعد المرور، فجاه تلاقي عربيه، فجاه تلاقي حيوان قدام العربية فجأة كده. فالفكرة لو انا طبقت السيلف درايفنج كار في مصر فاكسبكتد ان هي لازم تكون راشونال ايجنت، لازم تاخد الاكشن اللي هو ذا بيست كيس في الحالة دي. نفترض ان ذا بيست كيس في الحالة دي انها فرملت وخدت اكشن، فالراجل اللي راكب معاها مثلا حصل له ايه، ارتطام مثلا ووشه مثلا ضرب مثلا في الايه، في الكرسي، هل هعتبر ان الغلط من السيلف درايفنج كار؟ لا، هي خدت ايه، خدت البيست بوسيبل اكشن في الوضع ده. البيست بوسيبل اكشن في الوضع ده انها مش هتضحي بالبني ادم اللي ماشي وتصدمه، ولكن هي عارفه ان معاها شخص، الشخص ده فعليا لما هيحصل له ارتطام هيكون بسيط. فالفكره كلها في الحاله دي بسميه راشونال ايجنت. الراشونال ايجنت هياخد الاكشن اللي هو هيماكسيمايز البرفورمانس. هيماكسيمايز البرفورمانس يعني ايه؟ احسن اكشن يتاخد في الوضع ده. ولو انا بقيس الايجنت بيرفورمانس، يعني مثلا انا فعليا هقيم ان السيلف درايفنج كار دي كويسه ازاي، السيلف درايفنج كار كويسه انها امنه، ان هي ما عملتش حوادث، ان هي فعليا ماكسمايز البروفيت. فلو انا في اخر اليوم جيت لقيت السيلف درايفنج كار عامله لي مثلا 20000 جنيه، ولو شخص تاني مثلا كان هو بيسوق العربية عامل لي 1000 جنيه، فبالتالي السيلف درايفنج كار في الحالة دي هي حققت لي البرفورمانس الأعلى. السيلف درايفنج كار الأشخاص اللي هم فعليا
راكبين معاها، ما تعرضوش لحوادث، ما عملتش حوادث، فعليا في الحالة دي هي حققت لي البرفورمانس بتاعها. طيب حد هيقول لي طب حتة الارتطام اللي انا قلت لك للشخص اللي كان معاها دي، فعليا هي خدت البست اكشن في السيناريو ده. البست اكشن في السيناريو ده انا مش هضحي بشخص وموته، لا انا ممكن اسبب ارتطام لشخص معايا انا عارف ان هي هتكون كدمات، لكن ده هتبقى فيها وفاة. فهمتوا الفكرة ازاي؟ فده الراشونال ايجنت. وميزة الراشونال ايجنت كمان حتة الانسرتينيتي اللي هي الانكسبكتد اكشن او الانبلاند اكشن. الانبلاند اكشن يعني انا متبرمج على سيناريو معين، حصل لي حاجة غير متوقعة، ففعليا هاخد البست اكشن في الكيس دي او في السيناريو ده. طيب ايه معنى كلمة اومني ساينت ايجنت؟ اومني ساينت ايجنت، تخيل لو انا عارفة ناتج كل اكشن انا باخده وبناء عليه انا باكت. وطبعا ده مش حقيقي، هو مفيش حاجة اومني ساينت ايجنت ان رياليتي. هو ايه معناها الاومني ساينت ايجنت؟ معناها هو عارف ان هو لو خد الاكشن ده هيحصل كذا، يعني عارف ناتج الاكشن قبل ما يعمله. يعني ايه عارف ناتج الاكشن قبل ما يعمله؟ الاومني ساينت ايجنت معناها ان هو عارف انه لو راح في الطريق ده هيطلع له راجل فجأة، وبالتالي هيفرمل، وبالتالي اللي معاه هيتخبط في الكرسي، فبناء عليه انا مش هروح في الطريق ده، انا هروح في الطريق التاني. هل ده حقيقي؟ انا ما اقدرش اكسبكت ايه اللي هيحصل او ايه ناتج كل اوتكم انا بعمله in the reality، لان في ايفنتس unplanned يعني بتظهر فجأة، وفي كل حاجة uncertainty. يعني مثلا لو انا هشخص مرض معين، تمام، لو انا مثلا عندي مرض الكانسر، والكانسر فعليا بيحصل له ديفلوبمنت كل شوية وبيحصل له مثلا انتشار او كده، فانا فعليا كأني بقول ايه، لا لو انا خدت قرار ان هعالج مريض الكانسر بالشكل ده فانا ضامن انه هيحصل كذا، وعمال بحسب كل خطوة وناتجها، وانا عارف مسبقا هيحصل ايه وناتج كل خطوة ايه. وطبعا ده unexpected ان انا اكون انا بديله الكيماوي، بس ساعات الكيماوي بيأثر مع ناس وساعات الكيماوي ما بيأثرش مع ناس. ساعات الكيماوي بيكل يعني فعليا بيمنع الخلايا السرطانية من الانتشار، وساعات الكيماوي مش بيأثر وبالتالي الخلايا بيحصل لها بروجرس وبتنتشر. فانا هبقى عارف مسبقا ده هيحصل فيه ايه او ده هيحصل فيه ايه من قبل ما اجرب؟ لا، هو بيقولك الامني ساينت هو عارف مسبقا ان انا لو اديت المريض ده الكيماوي فالكيماوي مش هيأثر فيه، او انا عارف مسبقا لو الشخص ده اخد الكيماوي الكيماوي هيأثر فيه. انا ما ببقاش عارف البوسيبل اوتكم او البوسيبل الناتج اللي هيظهر من الاكشن اللي انا هاخده مسبقا من قبل ما اخده يعني، وبالتالي بناء على كده هقول المريض ده ياخد كيماوي او المريض ده ما ياخدش كيماوي. تمام؟ ففي الحاله دي هو عاوز يقول لك الاومني ساينت ايجنت نوز اكزاكتلي كل اوتكم بتاع كل اكشن، وبناء عليه هو هيأكت أكوردنج لده. فبالتالي أنا عارف إن ده لو خد كيماوي مش هيأثر معاه مسبقا من قبل ما أبدأ، وده لو أخد كيماوي هيأثر معاه، وبالتالي أنا هقول ده خد كيماوي وده مش هياخد كيماوي. لأ، تمام. بس طبعا هو العلم تطور دلوقتي، وبناء على التركيب الجيني اقدر ممكن احدد واشوف، وبناء على البروجرس بتاع المرض. بس انا بتكلم لو تخيل ان انت فعليا مسبقا من قبل ما تاخد الاكشن انت بتقرر بتقول ده ينفع معاه وده ما ينفعش معاه، وبناء انا هقول ده خد كيماوي وده ما تاخدش كيماوي. وهو هنا بيقول لك الاومني ساينت ايجنت از امبوسيبل ان ذا رياليتي. برضه عاوز تفهمها اكتر حته الايه، التاكسي درايفنج كار. تخيل كده ان انا بقول لك التاكسي درايفنج كار، قال لك لا انا مش هروح الطريق ده، اصل الطريق ده
التايم مثلا الساعة 10 أو 10 دقايق هيكون في شخص هيعبر الطريق وأنا هكون جاي فجأة، فبالتالي هفرمل، فبالتالي مش هاخد الطريق ده، هاخد الطريق ده. أو مثلا إن هو يقول الطريق ده في الساعة مثلا 10 أو 10 هيكون في حادثة هتحصل وبناء عليها توقف الطريق، فمش هاخد الطريق ده، هاخد الطريق التاني. هو من إمتى أنا ببقى عارف الحاجات دي مسبقا؟ عارف ان في حادثة هتحصل على الطريق وبناء عليه مش هاخد الطريق ده، هاخد الطريق التاني. تمام؟ طيب لما اجي اعمل ديزاين لايجنت سواء اكان سوفت وير او هارد وير، ايه الكي إليمنتس او الحاجات اللي هحطها في اعتباري لما اجي اعمل ايجنت ديزاين؟ وعلى فكرة الحاجات دي مهمة مش في الاي اي بس، الحاجات دي مهمة، اكتشفت ان الحاجات دي مهمة في اي واحد عاوز يعمل سوفت وير او عاوز يعمل مشروع او عاوز يبدأ في ابليكيشن. اول حاجة البرفورمانس، امتى تحكم او انت ازاي هتحكم على ان البرنامج ده ادى الغرض اللي هو كان معمول عشانه؟ How agent be assist، يعني البرفورمانس بتاع الايجنت هتحدده ازاي؟ لو انت عامل سوفت وير، امتى تقيم ان السوفت وير ده نجح في اللي انت كنت عاوزه يحققه؟ امتى تقيم نجاح السوفت وير ده؟ مش امتى، على اي اساس تقيم نجاح السوفت وير ده؟ ايه الكريتيريا اللي انت هتحطها في اعتبارك عشان تحدد البرفورمانس بتاع الايجنت؟ ازاي تقيم او تأسس، أسس يعني معناها تقيم ان الايجنت ده نجح في اللي هو متبرمج عشانه او نجح في تأدية الغرض المطلوب منه. تاني حاجة انك تحدد الانفيرومنت اللي الايجنت ده هينتراكت معاها او هيتواصل معاها. ايه هي الاليمنتس او الاوبجكتس او الانفيرومنت اللي الايجنت ده هيتواجد فيها، وبالتالي هيحصل من خلال الاوبجكت دي على انبوت يقدر يعمل عليها بروسيسنج ويطلع اوتبوت. ايه هي الاليمنت اللي موجوده اراوند الايجنت؟ ثالث حاجه الاكشويتر بتاع الايجنت اللي من خلالها هياخد اكشنز، والاكشنز دي هتعمل تشينج في الانفايرومنت. وايه السنسورز اللي من خلالها الايجنت هياخد بيرسبتس او انبوتس وبناء عليها يعمل عليها بروسيسنج هيطلع اكشنز؟ الاكشنز دي هتعمل تشينج للانفايرومنت من خلال الاكشويترز بتوعه. انا حاسه ان الدنيا كلكعت. هي الدنيا مش كلكعت ولا حاجه، هو نفس الكلام اللي احنا قلناه. انا عاوز اعمل برنامج، ايه المقاييس او الكريتيريا اللي هقول ان البرنامج ده ناجح، او البرنامج ده انا كودته عشان يعمل اكشن معين ان هو يعمل دياجنوسيس؟ فالبرفورمانس بتاعي بالنسبة للبرنامج ده ان هو يشخص صح، ان مش يطلع لي ان المريض مثلا عنده كانسر وفي الاخر يطلع الراجل سليم، يروح ياخد كيماوي وهو اصلا سليم. فبناء على الايجنت اللي انا عامله حددت ان البرفورمانس بتاع البرنامج ده ان هو ياخد التشخيص صح، ياخد التشخيص بسرعة، مش يقعد يومين تلاتة اربعة يعمل لي بروسيسنج المريض يموت. تمام؟ ان هو فعليا ممكن اعتبر كمان ان هو في التشخيص مثلا ان هو الكوست بتاعه ما يكونش عالي. هفترض مثلا ان البرنامج بتاعي ده مثلا هعتبره ان انا هدخل المعلومات بتاعتي والكريدت كارد بتاعي، مش عشان يشخص لي المرض ادفع $1000 مثلا. طب ما انا اروح لدكتور والله ب50 جنيه كشف وهيشخص لي المرض، فبالتالي يكون قليل في الكوست او في التكلفة. كل دي البرفورمانس انا اللي بحددها، ومطلوب مني از سوفت وير انجينير ان انا اكون محدد الاليمنتس دي في الاول عشان في الاخر انا هتحاسب عليها بعدين. لو انا محدد ان البرفورمانس بتاعي يكون ان السيستم سريع وفي الاخر اطلع سيستم بطيء جدا، فانا كده محدد برفورمانس في الاول بس في الاخر عملت برنامج محققش البرفورمانس اللي انا عامله واللي انا محدده في الاول. تمام؟ محدد ان البرفورمانس بتاعي انه يشخص صح، نص المرضى اللي داخلين البرنامج مشخصهم غلط ورافعين عليا دعاوى قضائية، يبقى انا كده البرنامج ده ملوش لازمة، فبالتالي عملت برنامج رميته. فده البرفورمانس. تاني حاجة البرنامج اللي انا عامله
المفروض البرنامج ده هيتعامل مع مين؟ مع patients ولا الريلاتيف بتوع البيشنتس، ولا البرنامج ده هيبقى برنامج لطبيب، طبيب هو اللي هيقعد على البرنامج وياخد المعلومات. مثلا البرنامج ده هيبقى المستشفيات، هيبقى مثلا العيادات، فبالتالي انا اللي بحدد الانفايرومنت. طيب البرنامج ده هياخد انبوت من البيشنت ازاي؟ من خلال كيبورد، من خلال تاتش سكرين، من خلال ماوس، من خلال راديو باتونز، من خلال دروب داون منيو. طيب الاوتبوت بتاع البرنامج لما هيطلع لي التشخيص برضو، هل البرنامج هياخد صور اشعه فبيتعامل مع سكانر والكلام ده، ولا من الاخر هرفع له الفايلز صور والكلام ده وهيتعامل معاها ولا لا؟ طب الاوتبوت هيطلع لي الاوتبوت كرساله على السكرين، هيطلع لي الاوتبوت از ا فويس مسج، هيطلع لي الاوتبوت از ا بيبر كده برينتد على البرينتر يقول لي فيها التشخيص، هيطلع لي ايه بالظبط؟ فبناء على كده الايجنت ديزاين مين اللي بيحدده او بيعمله؟ البروجرامر اللي هو عمل ديزاين للايجنت. تمام. طيب اوتوميتد تاكسي درايفنج كار اللي هي السياره ذاتيه القياده، مثال على الايجنت ديزاين بتاعها او البيز بتاعها. طبعا انا نسيت اقول لكم ان البرفورمانس والانفايرومنت والاكشويتر والسنسور، خد اول حرف من كل كلمه P E A S واختصرها في البيز. فانا في الامتحان هقول لك ايه؟ ديزاين البيز بتاع التاكسي درايفنج كار، او ديزاين البيز بتاع الميديكال دايجنوستيك سيستم، او ديزاين البيز بتاع الرومبا اللي هي اوتوميتد فاكيوم كلينر. يبقى في الحاله دي لما اقول لك البيز هي اختصار بيرفورمانس انفايرومنت اكشويتر وسنسور. في الاوتوميتد تاكسي درايفنج كار بصوا كده قال لك ايه؟ البرفورمانس ان هو يكون سيف، يكون سريع، يتبع قوانين المرور، يكون مريح، وفي نفس الوقت يماكسمايز البروفيت ويديني كوست عالي جدا لو انا عامل العربيه دي از مشروع ربحي. يعني الانفايرومنت الطرق، هيتعامل مع الطرق، هيتعامل مع اذر تاكسي درايفنج كار يعني عربيات تانية، سواء كانت بقى سيلف درايفنج كار تانية ولا عربيات عادية سيئها ناس. يتعامل مع البيدسترينز اللي هم المارة، وهيتعامل مع الكاستومر اللي راكبين جواه. فدي الانفايرومنت بتاعتي. الاكشويترز بتوعه هو اصلا العربية دي هتتساق من خلال ايه؟ هتتحرك من خلال ايه؟ الستيرنج ويل اللي هو مقود السائق يعني. تمام. الفرامل، الاكسلوريتور، البوق اللي هو احنا بنسميها ايه، انا بقولها بالعربيه الفصحى يعني، اللي هو احنا بنسميها الكلاكس. الكلاكس، سوري، هي بوق بالعربيه الفصحى، فهي الكلاكس. اي سيجنال بقى هيديها. فكل دي اكشنز بتطلع اوتبوت، مش كل دي اكشنز، كل دي اكشويترز بتطلع اوتبوت، بتطلع اكشنز. طب الانبوتس، السنسورز بتاع العربيه، الكاميرا، سبيدوميتر، الجي بي اس. الكاستومر هيتعامل مع السيلف درايفنج كار من خلال تاتش سكرين، من خلال كيبورد، فكل دي بسميها سنسور. تمام. البارت بيكنج روبوت ده اللي هو عباره عن الروبوتات اللي بتبقى موجوده في المصانع وبيكون ليها ايد بالشكل ده، وكل اللي هي بتعمله ان هو بيكون فيه سير. السير ده بيبقى فيه اماكن، الاماكن دي الروبوت بياخد قطعه ويحطها جواه، الروبوت بياخد قطعه ويحطها جواه. فبالتالي الفكره ان السير اهو في اماكن اهي، الروبوت بياخد قطعه ويحطها في المكان ده، فده اسمه بارت بيكنج روبوت. غالبا الروبوت اللي بتبقى موجوده في المصانع، وفعليا الفكره كلها ان هي بيبقى وظيفتها ان هي يا بتشيك على ايتمز او فعليا بتحط ايتمز في مكانها. والهدف اصلا من وجود الروبوتس انها تسرع، انها بتستبدل الهيومنز، فالهيومن بيكون بطيء ففعليا هي تكون اسرع في العمليه دي. واحد بقى هيحدد البرفورمانس، عدد القطع اللي اتحطت في مكانها الصح في الثانيه الواحده. ده حلو جدا، صح، عدد القطع اللي اتحطت في مكانها الصح في الثانيه الواحده، وبالتالي فعليا ده برفورمانس، السرعه بتاعتها. ماشي. ممكن نقول كمان ما يحصلش ان الروبوت مثلا يضر
مثلا لو كان فيه هيومن جنبه مثلا ما يحصلش ان الروبوت ده يأذي البني آدم اللي جنبه. لو ما كانش السيناريو فيه هيومنز خالص فتمام نقف على كده. الفكرة كلها السيناريو من اللي بيحدده الايجنت ديزاين اللي عمل ديزاين للايجنت وبناء على الانفايرومنت اللي الروبوت هيبقى موجود فيها. لو الروبوت ده المفروض يتعامل مع بني آدم غير لو الروبوت ده موجود في مصنع لوحده ومش معاه بني ادمين. فبالتالي هنا الانفايرومنت اللي الروبوت في الحاله دي هيتعامل بيها سير كونفيور بيلت اللي هو السير ده اللي عليه البارتس او الحاجات او القطع اللي هيحطها في مكانها الصح، والبنات اللي هو فعليا هيتعامل معاها وبالتالي هيحطها في مكانها. فالفكره ده السيناريو بتاع ايه؟ البارت بيكنج روبوت. الاكشويتر بتاع الروبوت اللي هو الدراع بتاعه، الارم بتاعه اللي هو الهاند بتاعته اللي هو من خلالها هياخد القطعة ويحطها في مكانها. السنسور بتاع الروبوت، الكاميرا، الانجلز مثلا لو في انجلز محطوطة، لو في سنسورز معينة محطوطة في الروبوت برضو، لو في انفراريد، اي سنسور بقى محطوطة في الديزاين بتاع الروبوت ارم ده فهسميها في الحالة دي السنسور، وهي اللي هتتحط عندي في الايجنت ديزاين. الميديكال دياجنوزيس سيستم، ده السيستم اللي هو هيعمل لي ميديكال دياجنوزيس. البرفورمانس بتاعه هيكون هيلثي بيشنت. هو يقصد بكلمه هيلثي بيشنت في الحاله دي عدد البيشنت اللي انا عملت لهم دياجنوزيس كوركتلي. ولو السيستم ده كمان مش بيعمل دياجنوزيس، لا كمان بيعمل تريتمنت، فعدد البيشنت اللي انا عملت لهم تريتمنت صح وبقوا اصحاء. فالفكره الهيلثي بيشنت ده المقصود بيها. زي ما قلت لكم الكوست، اقلل الكوست فعليا، لان فعليا انا عشان اشتغل على سيستم زي كده او اسجل على سيستم زي كده هدفع $1000، في حين ان انا لو رحت للدكتور ب50 جنيه. تمام. وطبعا بالنسبه لي انا هو بيمينيمايز الكوست لمين؟ بيمينيمايز الكوست بالنسبه للي هيستخدمه. بالنسبه ليا انا كشخص، انا اللي باني السيستم او باني السوفت وير، فهو فعليا هيحقق لي الماكسيمم بروفيت. الماكسيمم بروفيت كتر المستخدمين اللي هيجوا للسيستم، ده هيسبب لي انا ماكسيمم بروفيت، وكمان عدد الدعاوى القضائيه اللي مرفوعه على السيستم. عدد الدعاوى القضائيه المرفوعه عليا از سوفت وير انجينير عامل السيستم ده لو هي صفر فده كويس جدا. طبعا الدعاوى القضائيه هتترفع عليه لو تسببت في وفاه مريض او في تشخيص مريض او ان مريض ياخد تريتمنت وهو فعليا ما كانش يستحق التريتمنت دي او تشخيص غلط. ففعليا كل دي بتحدد البرفورمانس بتاع الميديكال دياجنوستيك سيستم. ايه هي الانفايرومنت اللي السيستم ده هيشتغل جواها؟ ايه المنظومه اللي السيستم ده هيشتغل جواها؟ بيشنتس، هوسبيتالز، ستاف، عيادات، على حسب انا محدد ايه. ايه هي الاكشويترز؟ ديسبلاي سكرينز زي ما قلت لكم، السكرين اللي هتظهر لي التشخيص، او فعليا لو السيستم ده هيبرنت التشخيص على بيبر وهيسند الـ مثلا التشخيص على برينتر. كمان حته ان مثلا ممكن السيستم ده ينزل لي فايل فيه التشخيص كامل، على حسب هيسند ايميل. تمام. كل دي اكشويترز. السنسور بقى السيستم ده هياخد معلومات مني ازاي؟ هل هو تاتش سكرين ولا من الكيبورد ولا فعليا هيبقى فيه عندي مجموعه تكست بوكس هياخد منها انبوت؟ هيكون عندي سكانر هدخل عليه صور الاشعه واوتوماتيك هتروح للسيستم. هل السيستم ده هيطلب مني فتح الكاميرا وبناء عليه وليكن مثلا هيشخص امراض جلديه في وشي في عيني وهكذا؟ وبالتالي دي السنسور اللي من خلالها انا هكون محددها مسبقا وبناء عليه هديزاين الايجنت عليها، وهكون محددها مسبقا وبناء عليها هكون عامل ديزاين للايجنت على اساسها. تمام. اول تاسك ليكو، كل واحد هيعمل برنامج او هيعمل لعبه او هيعمل مشروع، اول تاسك هيديزاين الايجنت بناء على الكريتيريا الاربعه اللي احنا خدناهم. هيحدد ايه هي البرفورمانس ميجر بتاع البروجكت بتاعه، ايه هي الانفايرومنت اللي البروجكت بتاعه هيتواجد فيها، ايه هي مجموعه السنسور ومجموعه الاكشويتور. فده اول اساينمنت ليكم. تمام.
طبعا ده هيتم تسليمه برضو ويتحط على الجيت هاب، وفعليا هيتم تسليمه للمعيد في السكشن. دلوقتي احنا شفنا ايه هي الكي إليمنتس اوف ايجنت ديزاين، عرفنا هاو تو ديزاين الايجنت بان احنا نحدد البرفورمانس ميجر، ايه هي الانفايرومنت اللي الايجنت دي هي انتراكت معاها، ايه هي مجموعه السنسور بتاع الايجنت اللي هياخد من خلالها بيرسبس او انبوتس، ايه هي مجموعه الاكشويتور بتاع الايجنت اللي من خلالها هيتشينج الانفايرومنت وهياخد اكشنز. فبالتالي دي الكريتيريا اللي احنا سميناها بيز. تمام، نيجي بقى للانفايرومنت بروبيرتيز. ايه هي الانفايرومنت؟ الايجنت فعليا هيتعامل مع انفايرومنت او هيتواجد في انفايرومنت هيتاثر بيها وياخد من خلالها انبوت ويؤثر فيها وياخد عليها اكشن. تمام، فالايجنت هيتاثر ويؤثر في الانفايرومنت اللي هو بيتعامل معاه، هياخد من خلال الانفايرومنت دي من خلال السنسورز بتاعته هياخد انبوت من الانفايرومنت، هيعمل بروسيسنج على الانبوت دي ويطلع اكشنز، الاكشنز دي هتتشينج الانفايرومنت اللي الايجنت موجود فيها. البروبابيلتي بتاع الانفايرومنت اللي الايجنت بيبقى موجود فيها او هيتعامل معاها او هيتفاعل معاها مختصرة او متجمعة في كلمة اوديسا. فالاوديسا تمثل البروبابيلتي بتاع الانفايرومنت اللي فعليا انت من خلال الاوديسا هتحدد البروبابيلتي بتاع الانفايرومنت اللي الايجنت هيتواجد فيها، وبناء عليها كمان ممكن تعدل في الايجنت ديزاين. تمام، لكن نقول الاوديسا هي اختصار لمجموعة كلمات O observable، D deterministic، E episodic، S static، D discrete، A agent. O observable، D deterministic، E episodic، S static، D discrete، A agent. D الحروف كلها هي أوائل الكلمات اللي بتمثل الـ environment property. أول حاجة الـ environment اللي الـ agent هيتواجد فيها هي fully observable بالنسبة للـ agent ولا partially observable؟ هحدد ده إزاي؟ الـ agent ليه مجموعة سنسور، لو السنسور بتاع الـ agent قادرة تشوف كل الانفايرومنت كاملة فبسمي في الحالة دي الانفايرومنت بالنسبة للايجنت observable. لو السنسور بتاع الايجنت مش قادرة تشوف الانفايرومنت كاملة او ليها limitation ففعليا بسمي الانفايرومنت دي بالنسبة للايجنت partially observable. لو انا شغالة على السيلف درايفنج كار، انا عارفة ان كل السنسورز بتاع السيلف درايفنج كار فعليا ليها مسافات او ديستانس معينة، فانا فعليا السنسور مأكسس الشارع اللي انا ماشي فيه فعليا بس بمسافات معينة، لكن مش هتقدر تأكسس لو انا خدت يمين اليمين ده هيكون فيه ايه او ايه الاكسبكتد انه يتشاف في اليمين من قبل ما اخش في اليمين. يعني انا متحجمة بديستانس وكل سنسور ليها ديستانس معينة وبناء عليها بقدر أشوف الانفايرومنت من خلال الديستانس دي، ففي الحالة دي الانفايرومنت بالنسبة للإيجنت بارشيالي أوبسيرفابل. الرومبا لما أنا جيت قلتلكو الفاكيوم كلينر، الرومبا ليها لوكال سنسور، اللوكال بتاع السنسور مش قادر ياخد ويمسح الأوضة كلها، ده هو بياخد المكان اللي هو فيه بمسافات معينة على شكل سكوير وبناء عليها بيقدر ان هو ياخد الاكشن بناء على المساحة الممسوحة واللي السنسور شايفها. ففي الحالة دي الرومبا as a agent الانفايرومنت بالنسبة لها partially observable. الميديكال دياجنوزيس سيستم as a system، انا بالنسبة له كبيشن
as an environment، هو البرنامج هيتعامل معايا. فبالنسبة لي البرنامج شايف البيشنت as a partially observable. ليه؟ لأنه هو شايف البيشنت من خلال بس الأسئلة اللي هو هيوجهها للبيشنت، وبناء عليها ياخد من خلالها أكشن، أو بناء على صور الأشعة اللي البيشنت مدخلها له وبناء هياخد عليها أكشن، لكن هو مش شايف الكمبليت ستيت بتاع البيشنت أزهود، مش شايف كل الفاكتورز اللي هتأثر في البيشنت، هو شايف الجزء بس اللي هو طلبه من البيشنت. لو أنا عاملة برنامج هيشخص لي بناء على صور الأشعة، فهو شايف صور الأشعة بس، مش شايف مثلا الجينوميك كومبوننت بتاع المريض أو الجينيتك كومبوننت بتاع المريض، هو شايف الجزء اللي هو بارشيالي بس صور الأشعة. لو أنا مثلا طلبة مجموعة كويشن للمريض، بناء على كده برضو السيستم شايف المريض من خلال الأنسرز بتاعته في الأسئلة دي، فأكيد كل الأسئلة مش هتغطي كل السيناريو، وبالتالي المريض بالنسبة لي مش هيبقى complete observable، هو partially observable بالنسبة للحتة اللي أنا برمجت البرنامج إن هو يعمل diagnosis من خلالها. ففي الحالة دي الclassification بتاع الobservable والpartially observable، لو الagent sensor يقدر يأكسس الcomplete state بتاع الenvironment وقادر إن هو يشوف الenvironment كاملة تمام، ففي الحالة دي الانفايرومنت بالنسبة للإيجنت أوبسيرفابل. حد هيقول لي ما هو كده أغلب الحاجات بارشيالي أوبسيرفابل. بص كده، لعبة زي الإيد بازل بالشكل ده، اللعبة دي بالنسبة للإيجنت، وليكن أنا أزا هيومن هلعب اللعبة دي، اللعبة دي فولي أوبسيرفابل بالنسبة لي ولا لأ؟ فولي أوبسيرفابل. ليه؟ لأن أنا شايف اللعبة وشايف كل إحداثياتها، وإن هي 3 في 3، وإن هي فعلياً فيها أرقام، وفعليا أنا مش في لحظة ما هلاقي اللعبة دي بدل ما هي 3 في 3 هلاقيها مثلا 5 في 6. حد هيقول لي بس الأرقام اللي جواها تتغير. الأرقام اللي جواها تتغير معناها الستيتس بتاع الانفايرومنت هيتغير، الستيت بتاع الانفايرومنت هيتغير بأن أرقام هتبقى فوق أرقام هتبقى تحت، لكن فعليا الانفايرومنت مش هتتغير. في كل بوينت في كل مرحلة هيها نفس اللعبة 3 في 3 وفيها أرقام من 1 ل 8 ومربع فاضي، يبقى في الحالة دي بسميها ايه؟ fully observable تمام؟ الستيتس بتاع اللعبة هي اللي تتغير، أو الستيت بتاع اللعبة هي اللي هتتغير بأن الأرقام هيختلف أماكنها. طيب بالنسبة للسيلف درايفنج كار، أهو السيلف درايفنج كار كل عربية السنسورز بتاعها ليها ديستانس معينة أو مسافات معينة تقدر تاخد من خلالها إنبوت تمام؟ طيب هل السنسورز تقدر تاخد إنبوت على مسافات بعيدة وبتشوف الطريق من فوق بقى؟ فعليا كل السيلف درايفنج كار أغلبها معتمد على سنسورز بديستانس معينة، ففي الحالة دي الانفايرومنت بالنسبة للسيلف درايفنج كار partially observable تمام؟ طيب الانفايرومنت ديترمينستك ولا ستوكاستك؟ ايه معنى كلمة ديترمينستك وستوكاستك؟ لو انت عندك uncertainty فالانفايرومنت بتاعتك ستوكاستك على طول وانت مغمض. من الآخر السيلف درايفنج كار دي ستوكاستيك انفايرومنت. حد هيقول لي ما أنا لما أبقى داخل في الطريق ده فأنا ضامن إن أنا هكمل تمام، بس هل ضامن إنك تاخد الأكشن إنك تكمل، ولا لما يطلع لك فجأة حد في الطريق كده هتفرمل وتقف؟ فالأكشن اللي أنت خدته unexpected بناء إن في حاجة حصلت وبالتالي أنت فرملت، ففي الحالة دي بسميها ستوكاستيك انفايرومنت. الستوكاستيك انفايرومنت دايما شغاله مع الانفايرومنت اللي فيها uncertainty. uncertainty يعني ايه؟ يعني فيها حاجات راندوم ممكن تحصل، او فيها احتماليات ممكن تظهر، وبالتالي الاحتماليات دي انت لازم اكسبكتد انك تبرمج الايجنت ان هو في حاجه اكسبكتد ممكن تحصل فياخد اكشن او بناء على اساسها. طيب ايه هي الديترمينستك بقى؟ الديترمينستك انك انت عارف النكست اكشن بناء على الكرنت اكشن. يعني ايه؟ بص كده،
لو انت شغال على التمانية بازل دي المربع الفاضي في النص، فالنكست اكشن ايه؟ النكست ستيت يعني ان المربع الفاضي يطلع فوق اهو، او ان المربع الفاضي ينزل تحت اهو، او ان المربع الفاضي يروح يمين اهو، او ان المربع الفاضي يروح شمال. فالاربعة الستيت دول جم منين؟ الاربعة الستيت دول انا بسميهم النكست ستيت، جم منين؟ بناء على الكرنت ستيت. فالنكست ستيت او الاكشن اللي بتاخد في النكست ستيت بناء على الكرنت ستيت. ففي الحالة دي الانفايرومنت بالشكل ده ديترمينستيك. لما النكست ستيت بتاع الانفايرومنت بتتغير بناء على الكرنت ستيت والاكشن اللي هيتاخد، حد هيقولي الاكشن اللي هيتاخد في الحالة دي ايه؟ ان المربع الفاضي هيكون اب او هيكون داون او هيكون ليفت او هيكون رايت. ففي الحالة دي سواء اللعبة في الستيت دي او اللعبة في الستيت دي او اللعبة في الستيت دي او اللعبة في الستيت دي، الاربع احتمالات دول جم منين؟ بناء على الكرنت ستيت بتاع اللعبة بالشكل ده. طيب المربع الفاضي هنا لما يكون فوق ايه الاحتماليات الممكنة؟ ان المربع الفاضي ينزل تحت، او ان المربع الفاضي يروح مكان التلاتة، او ان المربع الفاضي يروح مكان الواحد، صح؟ يبقى الاحتماليات دي ظهرت منين؟ بناء على الكرنت ستيت. ففي الحالة دي لما تبقى النكست ستيت معتمدة على الكرنت ستيت والاكشن بتاع الايجنت بسميها ديترمينستيك. لما الانفايرومنت يكون فيها انسرتينيتي وحاجة تحصل ان بلان وان اكسبكتد، في الحالة دي تكون ستوكاست. تمام؟ طيب الابوسوديك بقى والسيكوينشيال. لو انت عندك روبوت، تمام، بيشوف القطع اللي موجودة، روبوت في المصانع يعني اللي هو الروبوت ارم، وعندك سير، الروبوت بيشوف كل قطعة على السير ويشوف اذا كانت القطعة دي مثلا كويسة ولا فيها عيب صناعة. فبالتالي الروبوت بياخد الديسيجن على كل قطعة لوحدها. يعني لو خد ديسيجن على القطعة الاولانية انها غير صالحة فهيشيلها من على السير. مش معنى كده ان القطعة اللي هتيجي وراها غير صالحة ويشيلها من على السير، لا، كل قطعة اندبندنت عن القطعة اللي وراها، وكل قطعة بياخدها يطبق عليها الاكشن اللي هو فعليا متبرمج عليه، ان هو بالسنسورز بتاعته يشوف القطعة، يعمل لها سكان، يشوف الأبعاد والإحداثيات بتاع القطعة وبتاع الكومبوننت بتاع القطعة، وبناء عليها لو لقى كل حاجة مظبوطة يرجعها تاني على السير، لو لقى الحاجة مش مظبوطة يشيلها. فبالتالي الديسيجن بتاع الروبوت أرمي في الحالة دي على القطعة الأولانية مش هيأثر في القطعة اللي جاية وراها، ومش هيأثر في القطعة اللي جاية بعدها. ففي الحالة دي الديسيجنز هنا مش مرتبطة ببعضها. ففي الحالة دي بسمي الانفايرومنت في الحالة دي ابوسوديك، بمعنى ان كل اكشن الروبوت ارم هياخده على كل قطعة من دول مش هيأثر في القطعة اللي وراها ولا هيأثر في القطعة اللي قبلها، كل قطعة هتعامل كابوسود لوحدها، كمعطى لوحدها، كإنبوت لوحدها. ففي الحالة دي بسمي الانفايرومنت بالشكل ده ابوسوديك. لكن تخيل ان الروبوت وظيفته ان هو يجمع شكل معين او يجمع قطعة معينة من مجموعة قطع فرعية، فالقطعة اللي هتتحط لازم تتحط في المكان الصح، لان بناء على ان القطعة دي اتحطت في المكان الصح القطع اللي جاية بعد كده هتتحط في المكان الصح. وفي الحالة دي ان الروبوت ارم بيعمل عملية ايه؟ الاسمبلي او التجميع. من الاخر الابوسوديك كأنك عامل برنامج مقسمه لمجموعة سب فانكشن، وكل فانكشن مش معتمدة على التانية، كل فانكشن قائمة بذاتها ليها الانبوت بتاعها والاوتبوت بتاعها ومش معتمدة على الانبوت بتاع فانكشن تاني. السيكوينشيال لا، كل فانكشن
بتاخد input والoutput بيروح للفانكشن اللي وراه، بالضبط كأنك عامل flow chart. كأنك عامل flow chart. flow chart عبارة عن ايه؟ خطوة بتسلم للتانية، خطوة بتسلم للتانية، خطوة بتسلم للتانية. الفكرة بقى اللي انا عاوز اوصله لك، في الابوسودك انفايرومنت معناها ان فعليا الايجنت اكسبيرينس او الايجنت فانكشن متقسمه لمجموعه ابوسودز، مجموعه سب فانكشن، كل فانكشن قائمه بذاتها، ليها الانبوت بتاعها والاوتبوت بتاعها، وليس ليها تداخل او علاقه بالفانكشن الثاني. السيكوينشال لا، الايجنت بروجرام او الايجنت اكسبيرينس متقسمه مجموعه سب فانكشن، كل فانكشن ليها انبوت والاوتبوت داخل للفانكشن اللي وراها، فبالتالي كل فانكشن مترتبه على اللي قبلها ومترتبه على اللي بعدها. مثال عليها زي ما قلت لك الروبوت ارم كده. لو انت عندك روبوت بيشوف القطع اللي موجوده على السير اذا كل قطعه صالحه ولا لا، القطعه الصالحه ولا لا بناء على القطعه لوحدها از كيس. فلو القطعة دي صالحة أو مش صالحة، يعني القطعة دي كويسة أو مش كويسة، فيها عيب صناعة ولا ما فيش فيها صناعة، ده مش هيأثر في القطعة اللي جاية بعدها أو اللي قبلها. كل قطعة ليها الانبوت الخاصة بيها وليها الديسيجن الخاص بيها، مش هيأثر على اللي قبلها ولا على اللي بعدها. لكن فعليا لو أنا عندي روبوت بيجمع مجموعة قطع عشان يحطها في قطعة واحدة، عملية التجميع دي ديبندنت على بعض، القطعة دي تتحط في المكان الصح عشان اللي وراها يجي يتحط في المكان الصح، تمام؟ هل الانفايرومنت بتاعتك ستاتيك ولا دايناميك؟ دي سهلة، بمعنى تعالوا كده، الانفايرومنت دي ستاتيك ولا دايناميك؟ دي منطقيا ستاتيك. حد هيقول لي لا بس فعليا اللي حاصل ان الارقام اتغيرت. نرجع نقول الستيت بتاع الانفايرومنت هو اللي اتغير، لكن فعليا نفس الانفايرومنت واحدة، يعني لعبة 3 في 3. يعني انا ما جيتش هنا ولقيت اللعبة فجأة بقت 5 في 3، او جيت هنا ما لقيتش فجأة اللعبة بقت ارقام زيادة عن 8. من اول ما بديت لحد ما نهيت نفس اللعبة 3 في 3 بنفس الارقام، بس ترتيب الارقام اللي هي الستيت بتاع الانفايرومنت هو اللي اتغير. ففي الحالة دي الانفايرومنت دي ستاتيك. الكروس وورد بازل او السودوكو كل دي ستاتيك. ليه ستاتيك؟ عشان فعليا هي نفس الانفايرومنت، الستيت بس هي اللي هتختلف. لكن هنا اي حاجه فيها دايناميك، دايناميك يعني ايه؟ الانفايرومنت تماما هتتغير. يعني ايه؟ لو انا ماشي في طريق ولقيت في الطريق ده مثلا اشاره مرور، ولقيت عربيتين، ولقيت مثلا اتنين مره في جوانب الشارع، رحت طريق تاني خالص، هل هلاقي نفس الموضوع؟ هلاقي طريق فيه عربيتين واتنين مرة لا، لما اخش في طريق تاني خالص يبقى هيكون عندي انفايرومنت جديدة خالص، فيها اوبجكتس تانية خالص، فيها كومبليتلي ديفرنت انفايرومنت، اشارات مرور مختلفة عن اشارات المرور اللي كانت موجودة في الطريق اللي انا كنت ماشي فيه. ففعليا الفكرة هنا ده الفرق ما بين الاستاتيك والدايناميك. فعليا الاستاتيك اللي هي بنقول ان الانفايرومنت ثابته من اول ما بديت لحد ما انتهيت. الدايناميك لا، الانفايرومنت كل شويه متجدده، الاوبجكتس او الاذر ايجنتس اللي موجوده في الانفايرومنت مختلفه مش ثابته طول الوقت. زي ما قلت كده، خدها مثال التاكسي درايفنج كار، انا ماشي في طريق لقيت في الطريق ده عربيتين، جيت حودت يمين، معناها ان انا هلاقي برضو في الطريق ده عربيتين؟ لا، ممكن الطريق يكون فاضي. لكن انا لو بدأت بالتمانية بازل، انا بادئ 3 في 3 الارقام من 1 لـ8، ناهي برضو 3 في 3 والارقام من 1 لـ8، بس الفرق ان انا بادي ان الارقام مش مرتبة، وانتهيت البرفورمانس بتاع ان الارقام تكون مرتبة. فالبرفورمانس اتغير في الحالة دي، او انا بدأت من الستارت ستيت وانتهيت بالفاينل ستيت، وامتى ان انا حددت بالفاينل ستيت ان انا وصلت للجول بتاعي ان الارقام تكون في اماكنها الصحيحه. لكن في حاله التاكسي درايفنج كار انفايرومنت متجدده، كل شويه اخش في طريق هلاقي انفايرومنت جديده، هلاقي طريق جديد، هلاقي طريق جديد بمعنى الطريق ده فيه عربيات مختلفه عن العربيات اللي كانت موجوده قبل كده، في مشاه مختلفين عن اللي كانوا موجودين قبل كده، اشارات مرور مختلفين عن اللي موجوده قبل كده، وهكذا. طيب في حاجة بقى اسمها السيمي دايناميك.
ايه هي السيمي دايناميك؟ اي حاجة فيها كلوك. يعني ايه اي حاجة فيها كلوك؟ بمعنى ادق، لو انا لعبت شطرنج، حد هيقول لي لو انا جيت وسألتك كده الشطرنج استاتيك ولا دايناميك؟ اوتوماتيك الشطرنج استاتيك. هتقول لي بس الكرنت ستيت بتاع البورد، الستيت بتاع البورد هيختلف، بس ستيل انت عارف ان الشطرنج هي لوحة فيها مجموعة مربعات 8 × 8 وعليها قطع، والقطع دي حصان وملك ومش عارفة ايه، زي ما قلتلكم انا معرفش في الشطرنج قوي، ففعليا انت عارف ان هي هتبدأ باللعبة بلوحة عليها مجموعة قطع وهتنهي برضو، مفيش قطع هتزيد وقطع هتقل، هي عدد القطع اللي انت بادئ بيهم هتنهي بيهم، ونفس لوح الشطرنج هيبقى موجود بس الستيتس بتاع الشطرنج المختلف. الستيتس بتاع الشطرنج يعني القطع اماكنها هتختلف على اللوح، اماكنها هتختلف بحيث انك تحقق البرفورمانس ميجر بتاعك انك تفوز قصاد الشخص التاني وتغلبه. تمام؟ تمام. فاحنا في بالنسبه لنا شطرنج الستاتيك. لكن لو جيت قلت لك هتلعب تحت تايم، هيكون عندي كلوك، وكل ما حليت اسرع كل ما انت كسبت وكل ما انت خدت سكور اعلى. ففي الحاله دي الانفايرومنت ستاتيك، بس البرفورمانس بتاع الايجنت هيعتمد على التايم وهيتاثر بالوقت اللي هياخده عشان فعليا يتعامل في الانفايرومنت دي، فهسميها سيمي دايناميك. سيمي دايناميك معناها ان الانفايرومنت ستاتيك بس البرفورمانس بتاع الايجنت هيتاثر بالوقت. بمعنى انا جيت قلت لك هنا كل ما حليت اللعبه اسرع كل ما خدت سكور اعلى، فبالتالي في الحاله دي هسميها سيمي دايناميك. طيب ديسكريت ولا كونتينيوس؟ انا حاسه ان انتوا هتلاقوا كله داخل في بعضه، بس هي سهله، ادوها دايما بامثله وافهموها. ديسكريت اور كونتينيوس، بصوا كده معايا، هو اللعبه دي قدرت تعمل كل الاحتماليات الممكنه ولا لا؟ يعني الستيت دي طلعت منها 4 ستيت، والستيت دي طلعت منها 3 ستيت، والستيت دي طلعت منها 3 ستيت، وهكذا. فانت قدرت ترسم الستيت سبيس، ده بسميه الستيت سبيس. ايه معنى الستيت سبيس؟ كل الاحتماليات الممكنه من الكرنت ستيت، وبعدين كل كرنت ستيت بقى، يعني بصوا دي الكرنت ستيت طلعت منها النكست ستيت، وكل نكست ستيت هتبقى نيو كرنت ستيت تطلع منها الاحتماليات الممكنه. فالشجره دي انا بسميها كل الستيت سبيس. فانت عارف كل الستيت سبيس اللي ممكن يطلع لك، وعارف كل الاحتماليات الممكنه بتاع الستيت سبيس، فبتسمي في الحاله دي الانفايرومنت ديسكريت. ديسكريت معناها ايه؟ limited number of distinct clearly defined percepts and action، بمعنى ادق limited number of state space، بمعنى ادق limited number of states، بمعنى ادق انت عندك limited number من الانبوتس والاكشنز والاوتبوتس. ففعليا بسمي في الحاله دي الانفايرومنت بتاعتي ديسكريت. لما يكون عندك uncertainty، لما يكون عندك فعليا unexpected behavior او unexpected inputs، فانت فعليا بتسمي الانفايرومنت دي continuous، يعني عندك عدد لا نهائي من الاحتماليات الممكنة، وعندك عدد لا نهائي من الانبوتس، وعندك عدد لا نهائي من الاكشنز والاوتبوت، فانت فعليا في الحاله دي بتسمي الانفايرومنت بتاعتك كونتينيوس. تمام. طيب اخر حاجه بقى الايجنت. دي لذيذه جدا. ليه؟ لما تيجي تصمم لعبه واللعبه دي عاملها سنجل بلاير، فانت هتسمي اللعبه سنجل ايجنت. لو انت هتصمم لعبه وعامل اللعبه مالتي ايجنت، فاتنين هيلعبوا قصاد بعض، او انت هتلعب قصاد الكمبيوتر، هسميها مالتي ايجنت، وطبعا الاتنين هيختلفوا في البرمجه. تمام. طيب حاجه زي السيلف درايفنج كار كده، السيلف درايفنج كار از ايجنت انا مش هعتبرها سنجل ايجنت، لان السيلف درايفنج كار بالظبط كده
محتاجة تتعامل مع سيلف درايفنج كار بتشاركها نفس الطريق، وبالتالي دي لازم تتعامل مع دي، بس في الحالة دي السنسور بتاع دي يدي للسنسور بتاع دي، والسنسور بتاع دي يدي للسنسور بتاع دي، بس في الحالة دي العملية دي هتكون ايه؟ كوأوبريتيف. الاثنين از ايجنت محتاجين ان هم يتعاونوا عشان هيتشاركوا نفس الانفايرومنت ويوصلوا بسلام. لكن انت وانت از ايجنت بتلعب مع واحد تاني شطرنج، مع بلاير تاني شطرنج، فانت في الحالة دي كومبتيتيف، انت مش بتعاونه، ده انت فعليا ايه؟ بت نفسه. فالفكرة كلها انك لازم تفرق، هل انت في الانفايرومنت بتاعتك هتتعامل مع اذر ايجنت، والاذر ايجنت دي العلاقة ما بينكم تنافسية ولا تعاونية؟ الكوبريتيف ايجنت زي السيلف درايفنج كار لازم تكون تعاونية، لان ده يبعت اشارة لدي وده يبعت اشارة لدي، لان فعليا في الاي او تي لما تيجي تصمم سيلف درايفنج كار كل كار بتكون ليها السنسور بتاعها، وبالتالي السنسور بتاع الكار اللي جنبها واللي قبلها واللي بعدها كله بيبعت لكله، بحيث لما تحصل حادث في الطريق فتلاقي السنسورز بتبعت لبعضها والورا بعض والورا بعض عشان تنبه العربية اللي في آخر الطريق، لا ما تروحيش في الطريق ده أصلي فيه في الحالة دي آخره حادثة كده. ففي الحالة دي هتكون كوأوبريتيف ايجنت. لكن لو أنا بلعب شطرنج فأنا فعليا أنا محتاجة أغلبه عشان أنا أكسب، ففي الحالة دي كومبتيتيف ايجنت. فإحنا في الأول هنبقى شغالين سنجل ايجنت ولا مالتي ايجنت؟ طب لو احنا مالتي ايجنت هنديزاين الايجنت او هنديزاين الايجنت كوبريتيف ولا كومبتيتيف؟ تمام. طيب نيجي بقى الامثله. الكروس وورد بازل تتوقعوا ايه؟ اوبسيرفابل، صح، كانكم موجودين. يعني الايجنت سنجل لانها كلمات متقاطعه، البيئه ديترمينستيك، الكروس وورد بازل سيكوينشال لان الحرف الاولاني هيعتمد عليه الحرف الثاني، هيعتمد عليه الحرف الثالث، هيعتمد عليه الحرف الرابع. افتكر الكلمات المتقاطعه ستاتيك وديسكريت، والاحتماليات تشيس وذ كلوك. تشيس لوحدها هتكون زيها بالظبط، بس تشيس وذ كلوك، كلوك في الحاله دي هتخلي البيئه ايه؟ سيمي دايناميك. اي حاجه بقى زي التاكسي درايفنج كار، الميديكال دايجنوستس، فعليا هتلاقوها بقى الاكستريم، بارشيالي اوبسيرفابل، مالتي ايجنت، البيئه ستوكاستيك. التاكسي درايفنج كار هو بيقول لي هنا سيكوينشال ليه؟ لاني انا لو خدت طريق، هو انا هدفي ايه في السيلف درايفنج كار؟ ان انا اوصل من السورس للديستنيشن، فانا كل اكشن هاخده هيأثر في الاكشن اللي وراه. لو انا دخلت يمين فانا ضامن ان انا هكمل في الطريق كله عشان لاخره، دخلت شمال فانا ضامن ان انا، فكل اكشن انا باخده هيعتمد على اللي وراه، هيعتمد على اللي وراه، هيعتمد على اللي وراه عشان اوصل للديستنيشن بتاعي، فمنطقيا سيكوينشال، صح. البيئه دايناميك، وعندي مش ديسكريت، احتماليات محدده واكسبكتد انبوت واوتبوت وليميتد انبوت واوتبوت، لا عندي عدد لا نهائي من الانبوتس والاوتبوتس، وعندي انسرتينيتي في الدنيا دي كلها، فبالتالي كونتينيوس. الميديكال دايجنوستس زي ما قلت لكم بارشيالي اوبسيرفابل. هنا في الحاله دي ايجنت بيقول سنجل ايجنت على اساس ان اللي هيقعد على البرنامج هو شخص واحد، يا هيكون البيشنت، يا هيكون الريلاتيف بتاع البيشنت، يا هيكون مثلا الطبيب، يا هيكون مثلا لو انا هعمل ميديكال دايجنوستس سيستم يساعد او يهلب الدكتور، تمام. فبالتالي هو هنا خلاها سنجل ايجنت. طبعا البيئه ستوكاستيك فيها انسرتينيتي بنسبه عاليه، لان انا فعليا عمري ما هوصل لدرجه ان انا اشخص المريض بنسبه 100%. زي ما قلت لكم غالبا البارشيالي انفايرومنت هتكون ستوكاستيك انفايرومنت. ليه؟ لان انا طالما السنسورز بتاعتي ما عندهاش كومبليت اكسس لكل معطيات الانفايرومنت اللي الايجنت شغال فيها، فبالتالي لازم يحصل فيه uncertainty، لازم يحصل فيه unexpected actions unexpected behavior unexpected input، ولازم فيها يحصل معطيات unplanned، تمام. وفعليا بيبقى sequential. ليه؟ لان انا فعليا انا عارف ان التشخيص بيبقى ده بناء على كده بناء على كده، كل function بتدي للتانية.
فالتشخيص هيجي ازاي؟ ان انا بشوف اكس وبعدين الاقي واي وبعدين الاقي زد، فبناء عليها ريبورت مثلا ان المريض عنده كانسر مثلا. وطالما قلت ان البيئه partially observable والبيئه stochastic، فبالتالي البيئه هتكون continuous وكمان البيئه dynamic. ليه البيئه dynamic؟ لان انا وانا بعمل diagnosis للبيشنت احنا عارفين ان البيشنت ده ممكن فعليا حالته تتطور بشكل سريع، فعليا الانفايرومنت على طول او الستيتس بتاع البيشنت على طول في تغير مستمر. ليه بقى تغير مستمر؟ لان فعليا ده بيشنت فحالته الصحية على طول في تغير مستمر ومتسرعة، فاستل البيئة في الحالة دي مش ثابتة. لو انا عندي زي ما قلت الكانسر، البروجرس بتاع الكانسر متسارع ورا بعضه، يعني المريض فعليا الانفايرومنت مش ثابت. المريض داخل لي بحالة اكس مش هتفضل على حالة اكس، لا فعليا حالته الصحية بتختلف وبالتالي الانفايرومنت بتكون دايناميك. تمام؟ بيقول لك هنا نوع الانفايرومنت بيأثر في الايجنت ديزاين، وبمعنى ادق ان الايجنت ديزاين بيتأثر بنوع الانفايرومنت اللي الايجنت هيتعامل معاها وهيشتغل فيها وهيانتراكت معاها، وده منطقي. وان دايما الريل وورلد سيتويشن ان انا عندي بارشيالي اوبزرفابل انفايرومنت، عندي ستوكاستيك انفايرومنت فيها انسرتينتي وان اكسبكتد اكشنز، هتكون البيئه على طول دايناميك وفعليا عندي unlimited input وunlimited output وunlimited actions، وغالبا عندي multi-agent environment سواء كانوا cooperative أو competitive. الassignment التاني ليكو كل واحد بالنسبة للبروجكت بتاعه يdetermine الenvironment probability أو الأوديسة، وزي ما احنا اتفقنا ان الأوديسة بتimpact الagent design، والايجنت ديزاين فعليا هقدر احدده كويس لو انا فعلا قدرت احدد الاوديسا او الانفايرومنت اللي الايجنت هيتعامل معاها كويس. تمام؟ اتمنى تكونوا فهمتوا معايا النهارده ان شاء الله. باذن الله اقابلكم على خير. شكرا جزيلا.